راز الشيباني جمع اصبع راز الشيباني. قالوا الطبيب مني؟ قالوا له راعي وعيت انا كنت لاقيت اصبع يتسلم عليه قال لهم خرص فيه خزرني حتى الدوله مشان يشير خلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يبو محمد البوبة مواليد 91 تام شكر. قلت بك 2008 عمري ساعة 17 سنة. حاجة اللي متذكر ما عندي بطاقة تعريف ساعة ما عندي كارت تعريف. قست الإدارة الأمن يعدلوا لي إفادة كان يقدم مطرح ملف زي ما تروح ملفات عاقبة عاقبة خواطر لي بعد سبب بك منهارات شوي خالد بيها. سجلت في الجامعة بك عادي كان بك علمي بك دي سجلت في الجامعة وجبرت تسجيل في كلية الاقتصاد اللي كان عندنا ناس ترى اخبارها كان عاقبت عدلت فيها 6 أشهر عدلت فيها 6 أشهر اتصل لي حد من الكيف هذيك الساعة هذيك السنة 2009 لقيت مفتاح مدرسة الصحة في كيف. اتصل لي اخ عندي قال لي هو المدرسة اللي تفتح بالصحة تبقى تشارك مسابقة اللي تعدل. تخرجت شهر 7/2011 كنت هو الثاني على الدفعة و دائما الاوائل ثلاثة باط الاولين ينعطوا لهم خيارات الاماكن اللي يبقوا يتحولوا لها خارج عن ورك شوب ما يعطوه. وطلبت كيف طلبت ولاية الاعصاب الادارة الجوية تحولت الادارة الجوية حولوني لمقاطعة قرو مقاطعة قرو منها لين تحول شوية نقطة صحية جديدة فوق على الأعصاب كدير قال بلدي قال ويدي جري وتحولت مشيت لين نزل كان فيها طبعا حد سابقي مشيت لين نزل لي مشينا معنا الطبيب الرئيس المقاطعة وحاحد مسؤول من الإدارة الجوية ونحن الاثنين ممرض رئيس النقطة الصحية اللي كان فيهم وأنا اللي نزل منطقة ما لقيت تصور طريقها ماشيين بوته تطلع مع الكدي منطقة صعبة جدا. جيت فهم لين جيت حاجة لي يوم صباحي فهم الأول جاء راجل الشيباني جاء مصبع راجل الشيباني قالوا الطبيب مني قالوا له راعي وعيت أنا كنت لاقيت مصبع يتسلم عليه قال لهم خرص فيه خزرني حتى الدولة مشان يشير خلاقه. عقبت بالصدفة هو في الليل نفس الليلة راجل من الضيق طلع الضيق متين وجاني وداو عصبة هو ما عنده مشكلة قلت له شو بسيت شو ماسي عندك الشير خلاق عاد يعني بتنادي دينار وعلاقة لك شي باني بس تحالا على اتصال بي. والله حاجة اللي كنت هو أصغر حد في الدفعة هذيك الساعة ودخولي للوظيفة العمومية عمري 20 سنة زايدة شوي زايدة شهر قليلين. حاجة ديك ساعة في استاج في الطب جاني رقاج شخص مسؤول استغرب من اني صغير قدامه في حالات مستعجلة لنا قال انت تعدلهم قلت انا ايش طالهم عدل استاج مالتي نقرا مدرسة الصحة قال لي قبلوك تدخل الوظيفة العمومية قبلوك تعود موظف قبلوني. عقباك لان وفات فترة الريف وكانت فترة حقيقة صعيد بياس المواقف اللي عالقة في الذاكرة. تحولت طلبت تو التحويل للمستشفى تحولت لمستشفى كيفا جيت نهاية 2012 والله بداية 2013 يعني في الفترة ذي وكنت في قسم الحالات المستعجلة ومن في تميت فيه من ذيك ساعة إلى 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 ضرك حكمة لا في الحالات المستعجلة. متذكر في الريف في واحدة من حملات التلقيح كنا ماشيين عادة لين نجوا القرية الناس اللي فهم ما وقع على ترك اللي لا يلقح الناس اللي تبغى تداوى تجي يعني قالوا موت الطب جات يجوا كاملين. حاجة نهار بليدة جينا أقصى نقطة تابعة لمقاطعة قرو بليدة قال لهم مدلي جينا القايلة تميتني هو راجل جاي راكب على حولي خيل
وعنده واحد يقود داير عليه سيرز وقالته كامل هاي ولد الطب والله هاي ولد الطب. أنا عندي امرأة وهي صحة ونفع أحد يمشي معها شهر وقفت شهر سولته قلت له البيضة اللي انتم فيها قلت الحق الوتة قال لي ما مستحيل الوتة ما قلت الحق انت قال لي راك ما تعرف ركوب الخيل قلت ما الخيل ما يطفي انت تكون تلفز المهم قال لي لا وهي ما لي قلبك ركوب مشيت معاه قبضت صكي مشيت معاه ركبت على الغرس اللي عنده هو ساعة حاكمة بيمنا تكيفت معاه وكان موقف يعني ذاكرتي من المنطقة وتحول الكيفة كان يعني نقلة نوعية في حياتي لأني تحولت لمدينتي دي قاري فيها ونعرف ناسها كامل وتعرفني وفي راسي مشروع نبقى ما نعدلوا فيها لو اللي احنا في حالنا هذه كابينة دسوان ومشروع صيدلية عدنا 2018 وكابينة دسوان يعني مشروع كابينة بالنسبة لنا احنا مثلا الممرضين الدولة صعب عليك انك تعدل كابينة الحمد لله ساعدني الحظ جبرت ترخيص كابينة دسوان وعدلتها والمريض ما يحتاج ياسر ياك ما يحتاج ياسر ياك تكسبه والله قال الإنسان بشكل عام هو يين عليك تكسبه هو يين عليك إلا حسن معه الأخلاق دشاشته العاد مريض خفف عليه يقول عن الخالق له موشي العاد قاعد حتى العاد متين يقول عن الخالق له عادي بيصيبة تكسب ود المريض حتى يجيك واحد يقول يرد عليك شيء من خروجه ما عنده علاقة بالله يعدل هو بالله يعدل من الدواء والله عليكم تصانة ريليو هذه الأمور تجعل الناس تقبل عليك أنا قاعد يجوني من الرواجيز ما يعرفوني إلا يعرفوا الاسم أعطيهم حد الاسم يجوا واحدين قاعد يستغربوا لين يجوا يلعبوا قدامهم الرجال ذو ما هو شاكين عنه ولدي هو اللي قيس حاجة اللي خارجة مرة واحدين قاعد يجوني يتحراني من جيت نزلت نقوم من الوتة داخل قال صدت واحدة على صاحبة قالت له هو اللي نتحرى مثل توقع واحد كبير حاجة ودائما شفت الطب صحة قاعد خدمات صحية دائما تبقى براسك من المواقف خارج موقف لين ذكروا له خارج لي في مستشفى كيفا طبعا ما زلنا في المستشفى القديم في ساعة ما يمرق راسي هذا لأنه شعرت أني عدلت شيء ما راجل حاجة لي ساعة الثالثة أنا مقردي في حالات مستعجلة معي الدكتور الزين شريف أحمد اللي يسمع رواية تذكرها واعتمد لي كرر علينا واحد صلى قرد ساعة الثالثة قال لي عندنا حد مات رسالة خلط شعوره فخلاقي نقول حد مات رسالة عندنا احنا شي معدلين هو راجل شيباني تكاوه على المتكب اني خلاص جسيت نبض هو ينبض طبعا تنصيمه معي مقاسة ليش عيطت الدكتور زين وشريف احمد طالع معي وخرصوا نهلوا مصورين عنه ميت كتبنا له مدوا يجيبوه كامل يقولون انتم ليه تعلقوا الدقة للرجاج ميت هو ما هو حي قطعا الراجل كانت قابلته حركة وقبال انت وبدأنا نتعويض له السوائل فتحنا له وريدين وبدأنا نعوضه له السوائل من الساعة هذه الثالثة ونص إلى صلاة الصبح أنا واقف عليه مشيت لين صلي الصبح مسيد الطب رجعت لين خلاص دكته كان واقف يا الله شيء لين وقفت حداه تكلم لي قال لي هاكم حضروا النية فالموقع لين تكلم لي شعرت بسعادة غريبة حتى أهله مصورين عنا اللي نعدلوا عبث لأن الراجل ملال وميت هو مشكلته لا فقدان السوائل فقد السوائل بشكل تام تدخل شيء تدخل وتوصدنا